جولة جديدة من مفاوضات وقف النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وصفتها القاهرة بالحاسمة. المفاوضات الموسعة سيشارك بها مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون وإسرائيليون، فيما وصل وفد من حماس برئاسة القيادي خليل الحية للاطلاع على المقترح المعدل الذي قدمته إسرائيل، لكنها لن تشارك في التفاوض. مسؤول مصري كشف أن جولة الأحد ستكون مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أضاف شروطا جديدة منها التأكيد على تمسكه بتحقيق جميع أهداف الحرب قبل وقف النار والبقاء في محوري فيلادلفيا ونتساريم، وهو الأمر الذي ترفضه حماس بالطبع. القيادي في الحركة عزة الرشق قال إن حماس تؤكد التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو، والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن. وأضافت مصادر قيادية في حماس أنها تتمسك بأن يشمل أي اتفاق وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي وعودة النازحين والمهجرين دون قيود أو شروط وضمان إعمار القطاع وصفقة تبادل حقيقية للأسرى. بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي زيارة لم تكن معلنة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر في ظل حالة تأهب القوات الأمريكية. وبدأ رحلته في الأردن، وقال إنه سيسافر أيضا إلى مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة لسماع وجهات نظر للقادة العسكريين.